موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. على ما كيبان أنه مذكرة تعديل حكومي اللي تقدم بها حزب الاستقلال قد أصداء طيبة، بحيث أنه من المتوقع يتم تغيير الوزراء، كما غادي يتم رفع تمثيلية الوزيرات إلى 3 والتضحية بوزير من البي جي دي كداخل اختصاصاته مع وزير آخر من الأغلبية. هاد التعديلات كتجي في ظل تأجج الوضعية الاقتصادية وتخبط الحكومة وسط دوامة مشاريع إصلاحية اللي كان ضحيتها المواطن البسيط، شي اللي غادي يساهم بشكل كبير في إعادة ترتيب الأوراق وفق ترتيبات فريق وزاري متكامل لمواجهة تحديات الإصلاح السياسي الاقتصادي وحتى الاجتماعي ببلادنا. إدارة القناة الثانية اتخذت قرار تشديد الخناق على الصحفيين العاملين بها، واللي في نفس الوقت تيقوموا بمزاولة مهن أخرى. ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف إدارة القناة هي تطبيق برنامج محكم وصارم كيمنع من خلاله صحفيين دزام مغادرة مقر العمل إلا من بعد انتهاء الساعات المحددة لها، مع إخبار إدارة القناة بالأنشطة لكي يزاولوها خارج ساعات العمل القانونية. هذا القرار اتخذته القناة على خلفية أنه كاين عدد من الصحفيين والتقنيين ديال القناة الثانية لكي يزاولوا مهامهم كالتدريس أو التكوين في المعاهد الخاصة بتكوين الصحفيين بالأخص في الدار البيضاء. اقتصاديا، انتصارات المغرب أعلنت عن برنامج إعادة شراء مجموعة من أسهم بهدف تنظيم السوق، ووضحت الشركة المذكورة في مذكرة إعلامية أن هذا البرنامج اللي غادي يطال 18 شهر ابتداء من 7 مايو القادم كيحدد أقصى عدد من الأسهم التي يمكن الحصول عليها 1,500,000 سهم، أي 0.17% من رأس المال. البرنامج كيتوقع سعر أقصى للشراء محدد في 150 درهم وسعر أدنى للبيع محدد في 80 درهم، مشيرا إلى أنه المبلغ الإجمالي المحدد للبرنامج ما كينباغيش أنه يتجاوز 225 مليون ديال الدرهم. وكيهدف هذا البرنامج إلى التدخل في سوق الأسهم لإصدار عمليات البيع أو الشراء بهدف تقليص المتغيرات المفرطة لسعر السهم. ثقافيا، تنقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس خبر وفاة عميد الفكاهة المغربية عبد الرحيم التونسي المعروف باسم عبد الرؤوف. الإشاعات تنقلها بسرعة كبيرة بين مستعملي الفيسبوك وتويتر، شيء اللي خلق نوع من الانزعاج في الوسط العائلي للفنان المذكور. وكتجدر الإشارة إلى أنه عبد الرحيم التونسي مازال حيا يرزق، وهو حاليا كيرقد بالمستشفى العسكري والحالة ديالو الصحية مستقرة. وحسب ما صرح به الأطباء المتابعين له أنه غادي يقوم بإجراء عملية جراحية خلال هذا الأسبوع. رياضيا، فريق الوداد البيضاوي غادي يخوض مباراته أمام نادي القنيطرة يوم الخميس المقبل برسم الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية، محروما من خدمات يونس المنقاري ومحمد بن رابح، لاعبان سيغيبان عن صفوف الفريق الأحمر في هذه المواجهة، وهذا راجع لتوقيفهم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الجامعة المنقاري 8 ديال الإنذارات وهو ما كيستلزم توقيف المباراتين، وبن رابح على 4 إنذارات غادي يتم توقيفهم المباراة واحدة. بالمقابل غادي يسترجع فريق الوداد البيضاوي مدافعه يوسف رابح في هذه المباراة من بعد التمثل ديالو للشفاء من الإصابة اللي كانت قد ألمت به في وقت سابق. بالخبر الرياضي مشاهدينا، كنتو معكم أوراق الموجز، لكم أطيب أوراق التحايا من كل طاقم شوف تي في، تقنيين وصحفيين، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.